السيسي ده هديه من ربنا، هديه من ربنا. مش عايزين نبقى زي العراق ولا سوريا ولا ليبيا ولا الكلام دوت. كان الواحد يتكلم بقى الحقيقه بقى على يوتيوب كويس. تعالى بقى النهارده، بقى تعالى النهارده اللي بيحصل في البلد. ها ليه رسمتها بقى مظاهرات كل شويه وبتاع؟ ما نسور بقى نهدى احنا بقى. ليه نازلة النهاردة 25 يناير 2015؟ نازلة احتفل ب 25 و30 وقول تحيا مصر، تحيا السيسي، تحيا محمد إبراهيم، تحيا فريق السيد صبحي، تحيا جمهورية مصر العربية وبعز السعودية. في فقدنا الله يرحمه المرحوم عبد الله عبد العزيز السعودي، أقول له الله يرحمك وعزائي للسعودية والمصر، وأقول تحيا مصر، تحيا جمهورية مصر العربية، شرطة وشعب وجيش ايد واحدة، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مليون لك يا مصر. طيب وبالنسبة للولاد اللي ماتوا امبارح في رمضان طلعت حرب وفي اسكندرية، تقول لهم ايه وتقول لأهاليهم ايه؟ أقول لهم الله يرحمهم العزاء اليوم، الله يرحمهم. امبارح البنتين شماء الصباغ وسندس في اسكندرية، والله اللي موتوا منهم فيهم، ولا الشرطة ولا الداخلية بتموت حد، ده على ايد الإرهاب المونة اللي جاية من بره. وانا قلتها قبل كده، راسي ماليه من الدول الاوروبيه خراب الدول العربيه، انا قلت كده وبقولها تاني. اذا كانت امريكا اصطلحت معانا او قطر او تركيا او حد من الدول الاوروبيه، احنا عارفين ان دي خدعه، مش صلح حقيقي. انت اصلا حضرتك ضد الصلح مع قطر؟ نعم. انت ضد الصلح مع قطر؟ مش صلح حقيقي، اكيد بيدبروا لنا حاجه تانيه. هما لو عايزين يقضوا على الارهاب هيقضوا، يوقفوا التمويل بتاعهم للارهاب، يوقفوا التمويل اللي ولدوا حماس والمجموعه الارهابيه اللي بيمولوها وبيدوها وبيجابوها وبيمولوها وبيدوها طريق العربيات من جميع الدول الصحراويه. يوقفوا القرف ده، لو هم عايزين يوقفوا يوقفوا. وببعتك رساله يا اوباما، انت لو عايز توقف التمويل دوت للارهاب ده وقفوا، انت عارف وانا بقولها لك. ألف شكر لحضرتك. تحبي تقولي حاجة؟ اه جدع. تعالي اتفضلي قولي. ده هيبقى على الإنترنت إن شاء الله. انترنت؟ اه اتفضلي. أنا عاوزة مصر تتعدل والسيسي يمسكها ويروق الحال. تمام. ويشغل ناس الغلابة. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا السيسي، تحيا السيسي، نيجي عليه ما يكسب يا رب ويستروا. يبعد عنه ده الحرام، يبعد عنه الاخوان، يبعد عنه البلطجيه، واللي يجي عليه ما يكسب. والسيسي رئيسنا، انا هو غلبانه بس جياله صحته، اه بس جياله مش مهم. تحيا السيسي، تحيا السيسي. على النت؟ على النت ان شاء الله. والتجرح يعمل كلمه مع وشها زعيم العباسيه ياللي طارت برقبك. نازله النهارده يوم 25 يناير 2015 عشان الثورة، عشان السيسي، عشان السيسي هو عمل البلد، عمل البلد خدها خربانة، ختم مفيهاش جنيه، وعمال يسافر البلاد ويجيب لنا فلوس علشان يعيش المصريين، علشان هو خدها خربانة. مرسي خرابة، واحنا عايزين لمرسي الإحتام، عايزينه يتعتم علشان خاطر الناس دي ترتاح. ناس غلابة كتير ماتت، والشرطة ماتت، والكيس مات. احنا بقى عايزين السيسي يعتم الإرهاب دي، عايزين الأخر الطيب ده حبيبي ده يعتم الإرهاب، عشان الإرهاب دول ولاد حرام كواسيس، كواسيس لقناة الخنزيرة والتركية والقطر، ها والامريكان. تقولي للشباب النهارده يا حاج؟ ها؟ تقولي للشباب النهارده؟ اقول لهم انسدوا بقلبه ما تخافوش، والكيس اهو والشرطه اهي.